السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار غادي نتحدثوا على واحد الموضوع اللي هو سهل وبسيط جدا، اللي هو عبارة عن علافة ديال الأرانب، العلافة ديال الأكل ديال الأرانب. كيفاش غادي ديروا؟ غادي تجيبوا قرعة عادية ديال الماء اللي كتباع، وغادي تجيبوا مقص هكا، وغادي تجيو على هذا المستوى تقريبا، وغادي تقبوا واحد الثقب هنا هكا هكا، وغادي تبداو تفتحوا واحد الفتحه هنايا هكا تقريبا، فيها نقولوا شبر مثلا، شبر، وغادي تدور هكا هكا، وغادي تخلي واحد المساحه هنايا، حاولوا تخليه واحد تقريبا نقول واحد 3 اصبع في هذه الجهه هكا، وغادي تكملوا تقطع هكا هكا هكا، وغادي تقطعوا بهذه الطريقه. هنا تما غادي تكونوا محصلين، تكونوا محصلين على واحد الخويه بهذه الطريقه، مقص عادي هكا، وكتفتحوا خويه بهذه الطريقه تقريبا، فيها واحد الشبر، ماشي غادي تدوروا كامل الدوره كامله، تقريبا النص ديال القرعه انتما كي كتلاحظوا، انتما النص ديال القرعه. هنا تما غادي ديروا، انا غنخويها شويه من الماء هكا. طريقه سهله، غتجيبوا اما الشعير ولا فصه ولا اي حاجه غتعطيوها للقناين، مثلا غنعطيهم فصه او سيكاليم، اي حاجه غادي تحطوها هنا بهذه الطريقه. ها كما كتلاحظوا معايا، انا غادي نديرها في القفص، وشوفوا كيفاش غادي تحط بواحد الطريقه سهله للغايه. هانتوما كما كتلاحظوا، ها هو الارنب، أول الأرنب غادي يمشي الفصة باش ياكل، هانتوما يعني غادي يخشي نيفو في هاد الجهة منا هكا، غادي ياكل بدون ما يطيح. علافة سهلة وبسيطة، تقدروا تستعملوها، ما فيهاش لا مصاريف لا والو. وإن شاء الله غادي ندير لكم فيديو القادم إن شاء الله، الشرابة حتى هي ديال الماء بحجم أقل من هذا الحجم، وهاد العلافة كونوا متأكدين أنها ما كتأذيهمش، لأن كيخشي غي نيفو هكا وكياكل وكي يرد. إلا عجبكم الفيديو ساندونا وشاركوا معنا، تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.